فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت إماما فنسيت الجهر بالتكبير للركوع. صليت إماما فنسيت الجهر بالتكبير للركوع، فقلته سرا ثم تذكرت أني إمام فرددته ثانية جهرا وأنا راكع. يقول: ثم سجدت سجدتي السهو بعد السلام. يقول: هل فعلي هذا صحيح؟ نعم، إذا كنت جهرت به لأجل إسماع المأمومين فلا بأس بذلك، وليس عليك سجود سهو، لأن الواجب أنك تسمع المأمومين يركعوا معك، فقد أديت الواجب عليك، ليس عليك سجود سهو فيها. نعم، هذا من تمام الإمامة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.